بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به. حسنك شو؟ وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه، والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه بكل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي عاقل، بل هو مقصود كل حي وعاقل. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا منها وأجل. فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا شك أن محبة الشيء أنها هي التي تدفع الإنسان إلى تحصيله وتحمله المشاق في الوصول إليه، فلولا المحبة ما تحرك أحد ولا اشتغل أحد، ما أحد يشتغل في طلب شيء إلا لأنه يحبه. فأنت تحب المال ولذلك تشتغل في طلبه، وتحب الملذات الملائمة للنفس، ولذلك يشتغل الناس في تحصيل ملذاتهم ومصالحهم. فلولا وجود المحبة التي تدفعهم لما أفنوا حياتهم وتعرضوا للأخطار في تحصيلها. ولكن المحبة ينظر ماذا تعقب وماذا يكون آخر أمره. فإذا كان محبة الشيء تفضي إلى خير فإنها محبة محمودة، ولا يلام من طلب محبوبه فيها. وأما إذا كان هذه المحبة مؤقتة ويعقبها بغض ويعقبها حسرة فهي محبة مذمومة. فالذي يحب الدنيا ويثيرها على الآخرة هذا سيتحسر فيما بعد إذا فاتته الآخرة وفاتته الدنيا، لأن الدنيا لا تدوم والآخرة مقبلة، وهي التي ينبغي أن الإنسان يسعى لها. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما من اقتصر حبه على الدنيا فقط ونسي الآخرة فهذا وإن حصلت له ملذته ومطلوبه
فإنها محبة مقطوعة ومنتهية، بل تؤثرون الحياة الدنيا، الآخرة خير وأبقى. فيها صفتان، أنها خير وأنها أبقى، وأما الدنيا فإنها لا تبقى بل هي منقطعة. وكذلك محبة الأشخاص الذين يغرونك بالفواحش وبالملذات والشهوات المحرمة، صحبة الأشرار ومحبة الأشرار، هذه تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كان الأشخاص الذين تحبهم يدلونك على الخير ويساعدونك عليه ويعينونك عليه، فإن هذه المحبة تستمر في الدنيا والآخرة، بل تزيد في الآخرة. إلا المتقين فإنها تبقى محبتهم فيما بينهم إخواناً على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. فهم إخوان في الدنيا على طاعة الله، وهم إخوان في الجنة على كرامة الله عز وجل. هذه محبة متصلة، وهي التي تبقى. أما محبة الأصنام، محبة المعبودات من دون الله، ومحبة الأشخاص، فإنها تفنى ويعقبها حسرة يوم القيامة، إذا عرفوا نهايتهم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. هذه نهايتهم. وكل من أحب شيئا لغير الله، لغير طاعة الله، ولغير دار الآخرة، فإن هذا مصير محبته ونهايته، حتى ولو حصل عليه في الدنيا فإنه مؤقت، وربما أنه لا يتلذذ به. فالذي يحب المال ويؤثره على الآخرة ولا يشتغل للآخرة، قد يحصل على المال ويحرم من الانتفاع به، يحصل على أموال كثيرة ويصاب بأمراض ما يتلذذ به ولا يأكل شيئا، وإذا أكل شيئا تكدر، وهو عنده الأموال الطائلة. هذه محبة مبتورة وعاقبتها سيئة، فلينظر الإنسان في هذه الأمور. نعم. صحيح. والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما هذه الدار فمنقطعة، ولذاتها لا تصبو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم. لكن لذة الآخرة ما بتجي عفوا، لازم من عمل. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذه الشروط. وإلا في الحديث: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يريد أنه يصل إلى الجنة بدون عمل بدون شيء، ويعطي نفسه هواها. الله جل وعلا يقول: إن أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أما أنك تبي تعطي نفسك ما تشتهي وتريد الفوز بالآخرة، هذا لا يكون أبدا. نعم. فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذا مؤمن آل فرعون، هذا مؤمن آل فرعون ينصحهم ويذكرهم بالآخرة ويحذرهم من الاغترار بما هم عليه من زهرة الدنيا، ويحثهم على طاعة على اتباع موسى عليه السلام وطاعته، لأنه يدعو إلى الله عز وجل، ويحذرهم من طاعة فرعون الذي يهلكهم. فنصحهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. مواعظ عظيمة. نعم. فأخبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا، فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه، والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. نعم، هم أحبوا الله عز وجل وأطاعوه في هذه الدنيا، وهم لم يروه، وإنما آمنوا به بناء على الآيات والدالة على الله سبحانه وتعالى، وما هم فيه من النعم التي أعطاهم، فيحبونه لأنه هو المنعم عليهم. وأعظم شيء أنه هداهم إلى الإيمان الذي تطمئن به قلوبهم، تنشرح به صدورهم، فهو نعمة عظيمة. بينما الكافر يتقلب في الهموم والأحزان والوساوس، وإن كانت عنده الثروات الطائلة فإن قلبه في وحشة، وهذا شيء ظاهر على أهل الكفر وأهل الفسق، أنهم دائم مكدر البال، وأن أهل الطاعة دائما في راحة وفي طمأنينة ولو ما عندهم شيء. فهم تلذذوا به بالدنيا، بذكره في الدنيا، ففي الآخرة يتجلى الله لهم فيرونه عيانا، تقر به أعينهم، إذا رأوا محبوبهم فلا شيء ألذ عليهم من ذلك. هم تشوقوا إليه في الدنيا، تشوقوا إليه في الدنيا وآمنوا به وصبروا على طاعته، فإذا أمكنهم الله من رؤيته وهو غاية ما يحبون، فهذا أعظم لذة، أعظم من لذة الجنة. النظر إلى وجه الله أعظم من لذة الجنة، وإن كانت الجنة عظيمة لكن رؤية الله ألذ منها. وهذا جزاء لهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، تجلى لهم في الآخرة فرأوه وقرت أعينهم به. أما الكافر الذي جحد ربه في الدنيا وأنكر ربوبية الله وتكبر عن عبادته، فإن الله يحجبه عن رؤيته يوم القيامة جزاء عقوبة له: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في حين أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل عيانا، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، بل ويكلمهم
يتلذذون بكلامه سبحانه وتعالى، يكلمهم ويسلم عليهم، فهم يتلذذون برؤيته وبكلامه لهم، وهذا أعظم نعيم ينالونه في الآخرة جزاء لهم على إيمانهم به في الدنيا وهم لم يروه. نعم. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم، فهذا أعظم مطلوب. نعم. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. أي نعم، في الدنيا بلغهم كلام الله بالواسطة، بواسطة جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، بواسطة، وأما في الآخرة فيكلمهم الله، يكلمهم الله مباشرة بدون واسطة، يتلذذون بذلك ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويكون سماعهم لكلامه في الآخرة ألذ من سماعهم لكلامه في الدنيا. وإن كان كلامه في الدنيا أن سماعه فيه لذة القلوب وبهجة النفوس وقوة الإيمان، ولكن سماعه مباشرة من الله أشد لذة. نعم. وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. فكيف تعرف الله عز وجل وأنت لم تره؟ تعرفه بالأدلة، تعرفه بالأدلة والشواهد، فإذا نظرت في أي شيء في هذه الدنيا دلك على الله، على الخالق سبحانه وتعالى، دلك على عظمة الله. إذا تفكرت في نعم الله التي عليك وعلى الناس دلتك على عظمة الله وعلى كرم الله ورحمته ولطفه، فإذا تأملت في الأشياء عرفت الله سبحانه وتعالى وتيقنته من مصنوعاته ومخلوقاته وكلامه، فإن هذا كله يدل على الله جل وعلا ويعرفك بالله. وأعظم ما يعرف بالله أسماؤه وصفاته، فإن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإذا تأملتها دلتك على الله ووصلتك بالله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، توسلوا إليه بها، هي تدل على الله جل وعلا. نعم. فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنته في الدنيا؟ ذكره سبحانه وتعالى، ذكر الله جل وعلا، هذه جنة الدنيا. فالمؤمن يتلذذ بذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه جنة غفل عنها كثير من الناس، وأما أهل الإيمان فإنهم وفقوا لها، أدخلوها وتلذذوا بها، فذكر الله ألذ عليهم من كل شيء، فيدخلون جنة الآخرة. أما من حرم الجنة التي في الدنيا وهي ذكر الله فإنه يحرم من جنة الآخرة. ولهذا يقول بعضهم: أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل هو أحلى ما في الدنيا. نعم. فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. نعم. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ومعرفته قرة العيون،
ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، فاللذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. ولهذا قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، قيل معناه أنه يعيش في ضيق في الدنيا، وقيل يعيش في ضيق في قبره، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفرش من النار ويأتيه من سمومها وحرها، فهو في عيشة ضنك في الدنيا وفي البرزخ. ونحشره يوم القيامة أعمى، هذه حاله قبل الحشر في ضنك، ويحشر أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فليتأمل الإنسان هذه الآيات، وأنه إذا غفل عن ذكر الله فإنه يعيش معيشة ضنكا. وأشد من ذلك أنه يحشر يوم القيامة أعمى، كما عمي عن آيات الله في الدنيا فإنه يحشر يوم القيامة بلا بصر والعياذ بالله، عقوبة له. نعم. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقد تقدم ذلك. نعم، بعض العباد إذا تلذذ بالعبادة يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا فهم في عيش طيب، في مثل هذه اللذة، في مثل هذا، مع أنهم أعظم من هذا بكثير. نعم. وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك يريدون العز والشرف واللذة في الدنيا، يظنون أن هذا في الدنيا، وأن من حصل الملك وحصل المال حصل السلطة أنه ينال اللذة، وليس الأمر كذلك، بل هذا شقى. وأشقى من يكون هم الملوك، لأنهم في هم ويخافون على ملكهم ويخافون من أعدائهم، ودائما يراقبون، ودائما معهم حرس، ودائما، فهم ليسوا في لذة، ليسوا في لذة. أما العابد فهو في لذة، ولا يحتاج ملك ولا يحتاج شيء ولا يحتاج حرس ولا شيء، في لذة. ولهذا يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الملوك ما عرفوا أين تدرك اللذة. اللذة إنما تدرك بذكر الله وبطاعة الله عز وجل. نعم. صمت. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: نعم. وإذا أحسن إليك. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشق، ويقول: أف للدنيا إذا ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. وقال آخر: ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها، وأنت وحيد مفرد غير عاشقي. وقال آخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد. وقال: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؟ إذا كانت هذه أشعارهم في طلب الدنيا وطلب الملذات، فكيف بالذي يطلب ما هو أعلى من ذلك وهو الآخرة؟ نعم. فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها؟ وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإله الحق
أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلامه. نعم. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير حق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، كثير من الجهال يقول: لماذا الكفار يمتعون في الدنيا وعندهم بهجة الدنيا ونظرة المناظر البهيجة وعندهم ثروات وعندهم وهم يكفرون بالله، ولماذا المؤمن في ضيق وفي فقر وفي فاقة؟ فبعضهم ربما يحمله هذا على الكفر أو الشك في الله عز وجل، ولا يدري أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها الله من لا يحب، وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من يحب، فالله يستدرج الكفار بهذه النعم ليزدادوا كفراً تعظم عقوبتهم في الآخرة، فلو لم يعطوا هذا لكان أسهل عليهم. سنستدرجهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعطيهم الله المهلة ويعطيهم الأعمار ويعطيهم الأموال، إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والآيات في هذا كثيرة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، رآهم الله المخترعات والملذات والثروات والبلاد الطيبة، أعطاهم الله هذا ليستدرجهم ليزيد غفلتهم وتكبرهم وكفرهم حتى يأخذهم الله على غرة وهم ليسوا على شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون من رحمة الله عز وجل، لا طمع لهم في النجاة. نعم. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة:
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، لا، هذا استدراج، ما هو بخير لهم، هذا شر لهم. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نعم. وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، الأموال والأولاد تكون عذاباً عليهم، يحرسونها ويتابعونها لئلا تضيع، ويسهرون في جمعها ويخافون عليها من السرقة ويخافون من الخسارة في التجارة، فهذا عذاب. بعضهم ما يأكل شيء ولا يتلذذ بشيء، وإنما همه السعي في زيادة المال، ويحرم من التلذذ، إما بانشغاله وعدم تفرغه، وإما بأن يصيبه مرض يمنعه من الأكل ومن الشرب ويلزم الحمية. فما الفائدة إذا؟ تعب فقط. يعذبهم بها في الحياة الدنيا. نعم. وهذه اللذة تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام كما قيل، وليس بس إنها تروح وخلاص، لا، بل تروح ويعقبها حسرات وآلام في الآخرة. نعم. كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. نعم. الدنيا عذاب يعني حلوة، عذاب يعني حلوة، صارت في الآخرة عذاب بفتح العين، يعني شقاء وآلام. نعم. النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها، وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. نعم، لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، وهذا تمتعه بامرأته أيضا يمنعه من التمتع بالحرام، يعفه، هذا شيء طيب. نعم. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.